مجتمعات زي المجتمعات الخليجية، المجتمع السعودي تحديدا، يعني لم نشهد أي موجات كبيرة أو تحولات كبيرة يعتنق أناس الإلحاد. لكن في الآونة الأخيرة بفعل هذا البث العولمي الفضائي فضلا عن ساحات الإنترنت الواسعة وولوج كثير من الشباب الغير مؤهل الحقيقة بأسئلة الوجود وأسئلة الإيمان وأسئلة الدار الآخرة، الحقيقة باتوا أمام أسئلة وجودية كبرى انزلقوا فيها إلى التشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. يحكي لنا الدكتور عايض الدوسري وهو صديق كريم، قال أنه شخصيا قابل يعني حوالي 15 شاب في منطقة الرياض كلهم ملحد ويعيش هذه يعني أسئلة الشك بفعل يعني انفتاحهم على الفلاسفة وغيرهم، وجلس يناظرهم ليالي عديدة وكتب في ذلك مقالتين نشرتا في صحيفة الوطن. إذا نحن نشهد في المجتمعات المحافظة بروز بعض موجات الإلحاد، لذلك لم يأتي بها الملك عبد الله في خطابه عبثا عندما قال نعم. نحن يعني نحتاج إلى أن تتضافر جهودنا المؤمنين في مواجهة الإلحاد. دكتور عبد العزيز، هل ممكن أن يحترم هذا الـ هذا الـ هذا القرار أو موضوع أن الواحد يكون ملحد كخيار أيضا من ضمن التعايش؟ والله أنا هذه يعني قضية يعني يحتاج يبت فيها يعني مسؤولو الحوار وهم ومنظرو نعم أسألك نفس السؤال التعايش. لاب يونان، نعم. موضوع لماذا لا يحترم مثلا خيار أنه ملحد إذا كان مثلا يحترم القانون؟